الصفات الوتيرية والرشاقة البدنية. عاش ملعب أدرار بأكادير على إيقاع يوم رياضي مفتوح لفائدة العنصر النسوي من مختلف الفئات العمرية. مبادرة هي الثانية من نوعها بعد الأولى التي أقيمت قبل أسبوعين بملعب مراكش الكبير، وتزامنت مع اليوم العالمي للمرأة. مبادرة سخرت لها اللجنة المنظمة كل الإمكانيات اللوجستيكية والفضاءات الرياضية الكبرى بهدف استقطاب أكبر عدد من النساء، سواء ربات البيوت أو من يشتغلن في عدة مجالات. مبادرة تهدف إلى تحسيس المرأة بأهمية ممارسة الرياضة في تاريخنا بأكادير، باعتبار أن المرأة السوسية فتح لها هذا المركب من أجل الرياضة. تبارك الله، كل شيء شارك وكل شيء فرحان، وبغينا هذه المحطة وبغينا هذا الملعب اللي كنتواجدوا فيه، ملعب أدرار، يكون مفتوح لهذه الطاقات ويخرجوا على شلة عداءات وبطلات في هذا المجال الرياضي. وهذه غير بداية إن شاء الله، باش المرأة المغربية عموما، المرأة السوسية، تكون كتمارس الرياضة بواحد الطريقة مستمرة، لأن كنعرفوا كلنا الدور ديال الرياضة بالنسبة للصحة ديال المواطنين.